ليش بصير عندنا شيء اسمه عذاب الحب؟ الحب الحقيقي أساسه شو؟ أساسه الثقة والصدق بين الحبيبين، وتعرض الحبيب للخيانة من المحبوب اللي أمنته على قلبي ومشاعري وقدمت له مشاعر الحب الحقيقية والصادقة وبكل ثقة، هذا رح يخليه يشعر بعذاب الحب، وبيوصل إنه بحس قلبه عم بيتمزع، وهذا الألم بسبب جروح الخيانة وبتكون عميقة وصعب إنه الواحد يتجاوزها بسهولة، وممكن تسبب أذى نفسي ويستمر لوقت طويل أو حتى تأثر على العلاقة المستقبلية. ومرات بصير العذاب العاطفي بسبب إنه الحبيب زعل من موقف معين من المحبوب وما كان صريح معاه وقال له أنت غلطت وأنا اتضايقت وانجرحت منك، وبينسحب من الحياة المحبوب بلحظة وبيسبب عذاب، وممكن ياخد خطوات غلط يندم هو عليها في المستقبل، مثل انه يرتبط بعلاقة مع حدا تاني بسرعة والاكيد ما رح يكون الشخص المناسب، بس لانك هربت من الواقع وما كنت صريح فانا بقول احكي الصراحة حتى لو كانت بتوجع، احكي اللي بقلبك وشارك حبيبك بزعلك منه وخليه يعرف شو انت ما بتحب من مواقف او تصرفات، بدل الهروب والندم وتتسبب بجرح نفسي وعاطفي الك ولحبيبك، وبعديها ترجع تطول وتتعالجوا هذا الجرح اللي كنت ممكن تتفاداه بقعدة صراحة.